من 30 سنة سهل أوي يعرفوا إن فريدة اتطلقت. طب وبعدين؟ هنعمل إيه في المصيبة دي؟ لا والأنيب من كده بقى، لو مجلس الإدارة بتاعكوا ده جه عمل الزيارة اللي بتقولوا عليها وما لقوش فريدة وسألوا عليها ما لقوهاش، وهيعرفوا إن فريدة سايبة البيت ومستنية الطلاق. أنا ما يهمنيش الكلام ده، المهم كرم. يا حبيبتي كرم، أنت كلنا هتبقى في الطين لو اختاروا النيفين. طيب هنعمل ايه يا ماما؟ اوعى تفتكر ان مجرد ان فريده رجعت البيت يبقى انت خلاص مشكلتك اتحلت. لا يا حبيبي، ان شاء الله اول مجلس الاداره ما يجتمع ويقرروا ان هم اختاروا فريده الطلاق هيتم. طلاق ايه يا حماتي؟ فريده انت موافقه على الكلام ده؟ ما تتكلم يا حمايا. ما هو انت برضو يا حسام يا ابني غلطت غلطه كبيره قوي. والله ما ليا ذنب، والله ما تتكلم يا زفت. الموضوع كله كان تهييس في تهييس يعني، واحنا كنا متدهولين ومش فاهمين اي حاجه. ما انت صاحبه لازم تدافع عنه. الا قول لي بقى، انت كمان اتجوزت على مراتك ولا لسه؟ يا حماتي، يا حماتي، في فرق لما اتجوز بارادتي ولما اتجوز من غير ارادتي. المهم انك اتجوزت. فريده ما تظلمنيش، انا بقالي يومين ما نمتش بسبب ان انت مش في البيت. حسام اسكت ولا كلمه. كملي انت يا لطفي. فريده بنتي ست البيت هنا، انت تنسى خالص اوضه النوم، كراكيبك هنرميها لك بره في اي حته. المدام اللي قاعده دي تعرف حدودها كويس قوي، الدور الفوقاني ما تعتبوش خالص، وما حدش يخرج من اوضته بعد الساعه 7. طب ما تعالي نحظر التجول بالمره. انا مش قادر يا عمي، انا مش قادر، انا مش هقدر اعيش في الهبل ده كتير. انا حاطرد البنت المجيده دي ويعملوا اللي يعملوه. ما تقدرش، السفارة مش هتسكت، هيرفعوا عليك قضية ويبهدلوك طبعا. ده جواز بيسجل صوت وصورة. جراء عمي، أنا مش فاهم أنت ليه قلقان من المحاكم والقضايا؟ مش حالي زي ما كنتش دفع فريدة دي. لا ديب ولا تعلم يا ابني، افهم. ده أنا ما صدقت رجعت فريدة البيت بحجة إن احنا مش ناقصين فضايح. تقوم أنت عاوز تعمل فضايح وأواضي كمان؟ ما أنت ناسي شغلك. ياه، هيفسخوا العقد وسمعتك هتبقى هباب. خلاص عمي، انا هاخد البنت دي ونروح لابوها ونحل المشكله ودي هناك. برضه لا. يعني ايه يا ابني؟ افهم افهم. انا بصراحه نفسي قوي اللي اسمها مجيده دي تقعد كمان شويه في البيت. انت اصلك ما عندكش اي فكره ايه اللي حصل لفريده بنتي يوم ما شافت مجيده نايمه تحت رجليك. ايه ده، هي شافتنا عمي؟ طبعا شافتك وكانت هتتجنن. انا يا ابني عارف فريده بنتي كويس. مسألة وجود ست تانية في البيت وإحساسها إنها ناوية تاخدك منها، ده اللي هيشعل الحب في قلبها تاني ويخليها تعرف قيمتك بجد. يعني إيه يا عمي؟ أدوس؟ يا ريت. دوس يا ابني على قد ما تقدر. أجمل الطبيعة الغناء. آهم، يا له من معس القص. هكذا تكون الأرجيلة ولا إيه؟ أين الشاه يا امرأة؟ ما هذا؟ ألم تسبحيها بعد؟ كتبتها حسنا. لا بأس لا بأس. لحم طيب. ألم تجلسي لتتناول اللحم معي؟ لا يمكن أن أكل وزوجي يأكل. يا خبر أسود، هكذا تكون الزوجات تبا لزوجات هذا الزمان. مجيدة، دخل قاعدة الجزائر لا أقدر على حمل الطعام لإدخاله في فمي. تبا لإنشاء هذا الكمباوي، تبا لإنشاء هذا الكمباوي. مجيدة، لقد انتهيت، أريد أن أغسل يداي. ما العمل؟ ما العمل يا مجيدة؟ ما العمل؟ مشلول. هكذا يكون الغسيل؟ هكذا يكون الغسيل؟ تبا لنساء هذا البيت؟ خسئت خسئت خسئت. مجيدة المدعي يا مجيدة، المدعي المدعي يا مجيدة. قلنا تايو. اوه
فايز. نعم. سامع حاجة؟ ده بيتهيألي صوت التلفزيون اللي تحت. لا ده مش صوت التلفزيون. أيوه عندك حق، ده صوت الولية اللي هو جايبها. بعقلك أنا قلت لك دوس بس مش قوي كده. أنت عمال تقول إيه؟ مفيش، بقول فعلا مش صوت التلفزيون. لا كده كتير، انتوا هتسكتوا على الكلام ده؟ اسكت ايه؟ ليلته سودا ان شاء الله هو وهي. يلا اسكت. مجيد انا عمري ما شفت كده في حياتي. انت لا ترى شيء بعد، اصبر حتى انتهي. يا عمي ما تيجي تعمل فتله ولا تاخد لك فوطه سخنه؟ هو الحقيقه انا عاوز اظبط القطف. ايه؟ لا قصدي القطف وقعت. ده مجيدة انها مشروب مفيد. مفيد اه. بص عليها مجيدة. يا مجيدة مالك؟ ده غزاء. غزاء ايه دي؟ مجنونة دي ولا ايه؟ اتفضلي البيه. فاكر نفسه بورتمارينا، بجد ما عندوش دم. اما انتوا امركوا غريب، حقيقي امركوا غريب. الله، انتوا مش قلتوا يعني هتستحملوا الفترة دي لغاية ما موضوع الانتخابات يخلص؟ خلاص بقى ما تشغلوش نفسكم بيه. احنا مش شغلين نفسنا بيه، بس المفروض نحترم المكان اللي هو قاعد فيه. مجيدة بتعمل ايه؟ غزاء. يا نهار اسود غزاء. غزاء ايه؟ ده الارض بتعرض مريم بتجرى، حرام عليكي. ايه بتدافع عنه ليه؟ بتدافع عنه ليه؟ مش هسمع لك تعملي كده. قدامي مش هسمع لك تعملي كده. نور سلطان باشا. نور والله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حلو ده. والله انا فرحان لكم قوي والله. اتفضل يا بيه. الله 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 الله. ايدك يا صلح. دي بتاعت اللي فيها دي. ايدك يا صلح. اتفضل. حرمش. الله الله على الجمال. ايوه. شد اكتر. الله عليك. الله. حرمك من حاجه انا؟ ده ايه الحنيه دي؟ المعس الحنيه على الصدر بطريقه بصراحه دلع 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 يا حسام بيا. ما دي خلطه سريه عاملاها مجيده من مخلفات الحمار المخطط. ايه ايه؟ بص. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا يا ليل. فرح ليلة هنا وسرور، وعروسة زي القمر، والورد في البنور، وعرتنا زايد نجف زايد علينا نور. ايه ده؟ ايه اما؟ اما حلاوتك يا سلطان، حلاوتك ده طلعت عوزه، اما كنت منكد علينا في الاسم ليه؟ شد بقى. تاني. انا هروح اطردهم كلهم بره. لا ما تقدريش، لان البيت بيت حسام زي ما هو بيتك بالظبط، وبعدين لو عملت كده يا حبيبتي ممكن قوي السفاره ترفع قضيه على حسام ويفوز كل اللي عملناه. طبعا امال ايه؟ وساعتها بقى يبقى مبروك على نيفين بالانتخابات. خلاص خلاص بكلامك البايخ ده. بصراحه ريحه الشاوي دي احسن ريقي جاي، يعني من بعيد كده عايز اقوم اهجم. النهارده انا هدوقك فخد الكونغر. مالكش في الكونغر انت، ليك في السحالي. طيب انت فضلت مساح ديزرت كده. ايش فاضى الله يخليك. شمي ريحه الاكل. وده اكل ده يا بابي؟ ده عك. عك؟ ما بلاش انت، بلاش انت تتكلمي في المنطقه دي، بلاش. اللي ما شفتك مره داخله علينا بطبق بيض مقلي. We'll be right back.
سمعتيش على حاجه اسمها دراير؟ معقوله بدون جوري الغسيل في الجنينه؟ ملابس زوجي يا جبتي يا شمس. والجيران يقولوا علينا ايه؟ انتي ما فيش مخ كده خالص؟ اتفضلي خدي هدوم دي وخشي على جوه. المهم ملابس زوجي. دي بعد ما تقولي زوجي عشان تنقذني. اهي ملابس زوجك اهي. هذا تصرف غير محترم. انا مش محترمه؟ انا مش محترمه؟ لو انا كمان اتصرفي. اتفضلي اطلعي بره بيتي. ايه ايه في ايه يا فريده يا بنتي؟ صوتك جايب لاخر الدنيا. الهانم فاكره نفسها ساكنه فوق السطوح. شوف لنش الغسيل فين. ايه يا جدعان اللمه اللي هناك دي؟ الله جرى ايه يا عمي؟ ما تسيطر على حريمك. على فكره يا جدعان الجنينه باظت كده. مبسوطه صوتك طلع طرزان من الخيمه. كان يوم اسود لما جوزتك بنتي. انت بقى ما ينفعكش ابدا للاشكال دي. ليه يا اسماء بتضربك؟ لا ضربي عادي هنا يا مجيده، ضربي عادي مفيش مشكله. وعلى فكره اللي ضربك انت كمان كده مش عادي يا جدعان. امسحيها جايلك. بس ابوس كنا مين؟ معلش يا مجيده. يا جدعان مش هعرف اسيطر عليها يا جماعه، مش هعرف اسيطر عليها. دي موتت 2 مرشاشات قصاد عيني. هنعمل ايه؟ اجري يا عمي. ابراهيم الاشرف جاي عليها. يا عم الاشرف، يا عم الاشرف، يا عم الاشرف، يا عم الاشرف، شرفتينا ونورتينا زينب. هنا انت والهوانم عضلات الجمعيه. حلوه فكره البول بارتي دي، وخاصه ان الجو النهارده كويس وحلو. احنا كده كعيله بنحب نتجمع مره في الاسبوع. حسام حبيبي بيقول لي لازم ننزل البسين مع بعض. تنزلوا البول بهدومكم؟ اصل الحقيقه حسام جوز بنتي عنده شويه كده افكار مجنونه. ما انا عارفه حركاته المجنونه زي الصوره اللي اتجنن اللي على النت. ده حضرتك فاتك المسدس. بتغير رخصه تقريبا. بقول لك يا حسام خد فريده حبيبي وروح المطبخ، كنت جايب تورتايه انا، وهاتوا حاجات ساقعه وابعت فريده بيهم وما تجيش انت هنا خالص. ها يلا يلا يا فريده، يلا يلا اتفضل يلا. عامه التجديد شيء جميل بيدينا الامل. انت بتعمل ايه؟ مش اللجنه جت وقالت ان النتيجه بعد 3 ايام، قلت اجهز نفسي عشان امشي بسرعه. انت هتحتاج دي في حاجه؟ لا طبعا. هحتاجها في ايه؟ وانت لما هتسيب البيت هتروح فين؟ تاني مهمتي كده انتهت. مجلس الاداره جه فجاه شاف قد ايه احنا بنتنا سعيد، صح؟ انت بتتريق؟ على فكره بقى انت السبب في كل مشاكلنا دي. انت عمرك شجعتني؟ انت حضرت لي ندوه وقريت لي بحث. بحث زي ايه؟ زي الشخير يؤدي الى الطلاق؟ ارتفاع نسب الطلاق بعد ظهور هيفاء وهبي؟ على فكره عندي اسم بحث اهم من دول كلهم. عدم اهتمام المراه بجوزها يؤدي الى الطلاق. ايوه بس انت اتجوزتني وانت عارف ان انا في الجامعيه، وعارف ان انا ليا طموحات. ايوه بس كنت فاكر ان بعد الجواز اهتمامك هيبقى ببيتك وجوزك اهم حاجه في حياتك. انت عايزني بقى اقعد لك في البيت ما ورايش حاجه غيرك اربي لك العيال. العيال؟ هما فين دول؟ حتى دول مشيت ورا امك وحرمتينا منهم.